نلتقي بالشاعر الكبير مبروك بركة، والمرة دي لسبب مهم جدا. دي رسالة حب وتحية من عشاق صالون المنارة، صالون اللي يعتبر من حوائط الصد الضخمة جدا ضد الهجمة الشرسة من الفن الغث والفن السخيف اللي احنا بنتعرض ليه. أستاذ مبروك بركة بيقدم التهنئة وبيقدم التحية للدكتور محمد سعد الدين اللي أنشأ هذا الصالون عشان يبقى لبنة من لبنات الدفاع عن الثقافة والفن المصري العربي الأصيل. التحية بالشعر من الشاعر الكبير الأستاذ مبروك بركة، تفضل. مساكم الله بالخير. تتألق الأمجاد على جبين الزمن وتتأكد في كل يوم سلامة النظرة الثاقبة لسعادة الدكتور محمد سعد الدين التي أثمرت صالون المنارة. إنها لمسؤولية أن أعبر عن هذا الجمع الكريم شعور بالامتنان والوفاء والتقدير لشخصه الكريم. سعادة الدكتور محمد سعد الدين، كل عام وسعادتكم بخير طيبين وبموفور الصحة والهناء متمتعين، وعلى درب النور بعونه تعالى سائرين في خدمة الوطن الغالي عاملين مخلصين بنجاح مصر الحبيبة على الدوام واثقين، ولانطلاقتها الكبرى إلى الآفاق متطلعين بخيرات أم الدنيا وكنوزها دوما مبشرين في نهضتها ومشاريعها الكبرى مشاركين بمستقبلها المشرق في كل مجال
واثقين عززتم لدينا التفاؤل والأمل واليقين أن مصرنا ماضية إلى الأمجاد بإرادة صلبة لا تلين، ولأنها عامرة بأهل الخير الكادحين الطيبين باحت أرض الكنانة بسرها الكامن الدفين، بالغاز، بالذهب، بالبترول، بكل معدن ثمين. لصالون المنارة كنتم قبل زمن مؤسسين، وبنظرة اخترقت حاجز الزمن كنتم السباقين. لكل إبداع من المواهب الواعدة داعمين، صالون المنارة اليوم درع يصد المعتدين الفوضويين السطحيين العابثين المخربين. لكنوزنا الذهبية حارس مخلص أمين، بتقديم كل نغم أصيل صادق ورصين، من السودان، من سوريا، من ليبيا، من أرض الحرمين، من المغرب العربي، من الخليج، من بلاد الرافدين، ضيوف ونجوم لعرس الجمال حاضرين. هذا نتاج عطائكم غامر في كل حين، لكم الجزاء الأوفى من الرحمن رب العالمين. كل عام وأنتم وكل الأحبة طيبين. ولأنني مريض برياض السنباطي، اسمحوا لي حضراتكم أن أحيي الكابتن محمد رياض السنباطي في مقدمة قصيدتي عن العملاق. انظر انظر، فقد صار الغناء تفاهة وبلاهة، ضحلا خيال مآتي، والعابثون هم النجوم وكيف لا، والرقص بالعريان بعض سماتي، ألحانهم كغثاء وهم زائل، إنتاجهم في اليوم بالعشرات، صخب وطبل، يا لطبل سماعنا قد مزقته جحافل الآلات. إعلامنا فتح المجال لغيهم، صالوا وجالوا والمقدر آتي. من يوقف السيل الرديء بأرضنا؟ من يوقف السيل الرديء بأرضنا ويعيد لحنا حالما النغمات؟ عملاق، عملاق ما جاد الزمان بمثله، فالشرق في قلب الجوى سنباطي. استراحة قصيرة ثم نلتقي في الفاصل التالي إن شاء الله.